أن على هامش هذا المنتدى هناك قاعدة ندوات مجموعة من المحاضرات واللقاءات التربوية الدينية الثقافية ستكون مواكبة للمنتدى. أخوتي الكرام، معكم فؤاد المزي رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي. احنا ساكنة في هذا المعرض هذا باش نبينوا المجتمع المغربي والمدني والكل بان هذه الجمعيه خصها تكون في على الصعيد المغربي والناس يتفهموها والناس ياخذوا بان الرجال ضحايا العنف النسوي ويعرفوا بان هذه الجمعيه راه اساسيه في المجتمع المغربي. بعض الجمعيات حقوقيه ديال الانسان ما بغاوش هذه الجمعيه تكون، ما عرف علاش هما يديروا اللي بغاو، وحنا الجمعيه ديالنا عاد كوناها واسسناها ودرناها ما فهمتش علاش ما بغاوش. الله يهديهم، الله يهدي الجمعيات النسائية، الله يهديكم علينا، خليونا نخدموا الله يجزيكم بخير. وحنا خوت الحمد لله، انتم عندكم اتجاه فين كتجهوا، حنا عندنا اتجاه فين كنتجهوا، وان شاء الله الى كتاب نتفقوا نتحدوا ونديروا شي برامج شي انشطه جماعيه مع واخا بعض النساء جمعيات نسائيه ما بغاوش يديروا معنا شي اتحاد، ما الله يهديهم ماشي مشكله، هذوك عندهم حق براسهم وما عندهم طريقهم، حنا عندنا طريقنا. ومن هذه الجمعيه ان شاء الله باذن الله غادي نشوفوا شي حل، حيت لاحظنا في المغرب بان ولا الراجل ما تيقدرش يتكلم على حقه، الراجل ولا ما تيقدرش يهضر، ولا الراجل زعما ساكت ومهضوم على حقوقه زعما. ودابا بهذه الجمعيه غنبينوا بان المغرب، نبينوا بان راه الرجل ضحايا العنف النسوي. هذه الجمعيه ديالنا ان شاء الله باذن الله اللي باغي نديروا هذا. باش كتجيكم حالات ديال الرجال اللي كيتعرضوا لها؟ راه كان بعدا واحد الحاجه لاحظتها انا، دابا عندي شي اصدقاء في الداخليه وفي الدوله، راه كنلقى الله يعاود لهم الحالات ديالهم. راه كنتاسف كتلقى تيسير واحد القطع في الدوله داير عنده هيبه وفي دارو ما عندوش الهيبه مع مرته استغل منفاه زعما. القضيه ديال قلتي لي اخ كريم بان المراه دابا هي باغيه هي وصلت لكل شيء ومازال باغيه ما عارفين باغي ترجع الراجل، باغي تحطمو باغي ترجعوك بحال بنقول لك بصراحه باغي ترجع الراجل بحال الجفاف، تجي تقول باب الدار تمسح فيه رجليها، هادشي اللي باغي توصل هي المراه دير الراجل، وهي غاديه هي غاديه ما تيوصلوا، هي عندها جميع الحقوق ديالها الله يعاونهم، حنا راه معاهم حقاش عندنا منا واختنا وعمتنا وعندنا بانا وخونا وعمنا. المهم انا كنبغي التساوي في هذه الحاله هذه، وكنتمنى المغاربه ياخذوا الفكره ديال الجمعيه هذه فياخذوا فيها فكره زوينه بانها راه المسيح اللي يدخل ليها بانه راه معنف عند المراه ولا معنف عند هذه. كنتمنوا وان شاء الله هذه الايامات تلاقي معنا شي محامين وشي اساتذه وشي دكاتره نفسانيين وشي اوتور، راه تبارك الله دابا الجمعيه ولات كتاخذ الاقبال وزعما كنتمنوا بالتوفيق والله يهدي المراوات يبعدوا علينا شويه، هذه الجمعيات يبعدوا علينا شويه، خليونا واحد العام وكسا عادي يديروا لنا عصاف الروضه، خليونا واحد العام بعدا نطلقوك بحال شويه نطلقوك بحال شنو تيقولوا لها مفهوم زعما نطلقوك بحال شنو تيقول واحد العشبه ما عرفتش شنو تيقولوا لها، ما نسي سمحوا لي ما تدوش عليا، راه عاد مبتدئ في الجمعيه باش ما تقولوش راه استاذ جامعي ولا شي حاجه. انتم كتلقاو حلول هاد الناس اللي كيجيو عندك؟ اخويا عاد بينا دابا يلاه دابا عاد الشهر باش بديت ان شاء الله، ودابا تيجيو عندي شي ضحايا بزاف، تيجيو عندي تقريبا دابا هاد الايامات راه الا حسبت راه غادي 180 ولا 170 ضحيه اللي جات لعندي فتقريبا شهر ونص، راه الناس راه لا اله الا الله، راه كلشي انا لاحظت في المغرب راه الرجال راه مهضوم على حقوقه خصوصا الموظفين، وانا اللي متفقنا مع المجتمع المغربي بان الموظفين هو اللي واكل العصاب عند المراه. وكنشكروا زعما جميع اللي تيتفرجوا فينا واللي تيشوفونا يساعدونا بكلمه طيبه، والله يهدي شي عيالات يعايروني وداك الشيء وانا ما ديتش عليكم، انا بكل الريح الرياضيه قولوا اللي بغيتوا عايروا ماشي مشكل، شي تقول راه كمعنف عند المراه شي تقول كذا قولوا اللي بغيتوا مرحبا بكم انا نساعد لكم، وانا هذه الجمعيه ما غادي نحيد منها حتى نموت ان شاء الله باذن الله عاد نحيد الجمعيه. وكنشكركم وكنشكر جميع اللي تيتفرج فينا وداك الشيء بان الله يهدي الجمعيات النسائيه، كنهضر على الجمعيات النسائيه الله يهديهم، راه داير لنا بزاف ديال التعاراقيل في هذه الجمعيه ديالي ما عرفتش علاش مازال ما تفهمنيش علاش نقول متحد معكم ما تيبغيوش، قلت لا الله يهديهم تقول حيدك العنوان وهناك العنوان يبقى تنموت ان شاء الله الى كتاب الله. هذا هو اللي كنقدموا للناس الفكره هذه ديال الجمعيه ديالي وشكرا.
قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.